الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في حصاد الفلوج، معكم محمد الكبيسي وزينة جمول. والبداية بالعناوين: البرلمان يفتتح فصله التشريعي بقراءة 3 قوانين، ومنصب الرئيس شاغر حتى التوافق السياسي. منذ عام قانون العفو جاهز على لوائح التشريع، برلماني يكشف عن سجال التحكم بمصائر الأبرياء. السيادة تبدأ منها، السودان يحرك عجلة الصناعات الحربية، واستيراد موادها الأولية شبهة فساد. سلم الرواتب يوقظ بغداد، عدالة التوزيع تغضب الموظفين، والبرلمان يرمي الكرة بملعب الحكومة. بمشاركة مصر ولبنان، العراق يستضيف جيرانه في بغداد تحضيراً لمؤتمر مكافحة المخدرات الدولي. يعود البرلمان إلى العمل بعد انتهاء العطلة التشريعية محملاً بآمال عريضة وتطلعات عالية لمعالجة القضايا العالقة، مواجهاً انقسامات سياسية كبيرة وغياب الإرادة لحل الأزمات. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. بعد انتهاء العطلة التشريعية يعود البرلمان إلى الساحة بآمال متجددة وتطلعات عالية. 3 سنوات مضت دون حسم القوانين التي تلامس حياة المواطنين. بين التحديات والانقسامات السياسية يبقى السؤال: هل سيشهد الشارع أخيرا تحركات جادة وتغييرات ملموسة، أم سيظل في انتظار طويل؟ أتمنى الكتل السياسية تفقون على قوانين غير جدلية. هناك كثير من القوانين تعطلت بدون سبب. أما القوانين الجدلية اللي عليها صراعات سياسية، أتمنى من الكتل السياسية أن تحسم هذه الأمر ونعبر المطبات ونوصل إلى مرحلة التشريع القوانين. وأتمنى أن تكون هذه الفصل التشريعي فصل مليء بتشريع القوانين اللي تمسها للمواطن بشكل مباشر. ومن ناحية الرقابية أيضا، أداء المجلس كان سيء جدا خلال 3 سنوات الماضية. في خضم هذه العودة المليئة بالتحديات، تبرز ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة. هذا المنصب المحوري يعد مفتاح تمكين البرلمان من التصدي للقوانين الجدلية العالقة وإعادة التوازن إلى العملية السياسية. يعني أي منصب حكومي يبقى شاغرا راح يأثر سلبا على إدارة الدولة، فما بالك إذا كان المنصب رئيس مجلس النواب، فالمفروض يتم اختيار الرئيس بأسرع وقت ممكن. ويبقى الأمل معقود على قدرة البرلمان في تجاوز العقبات وحسم القضايا الجوهرية. الشارع يترقب بفارغ الصبر نتائج ملموسة تعكس تطلعاته وآماله. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار العمل التشريعي ومستقبل العملية السياسية. هل ستشهد الساحة السياسية تحولا إيجابيا، أم ستظل تدور في حلقة مفرغة من الجمود؟ الأيام وحدها ستكشف ذلك. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. وقبل أن يرفع جلسته إلى يوم غد الأحد، أنهى مجلس النواب عقد جلسته الأولى بعد العطلة التشريعية التي ناقش فيها مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رغم اعتراض بعض النواب عليه. المجلس أنهى أيضا تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك القراءة الأولى لمشروع تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين العراق وأذربيجان. في غضون ذلك، أكد النائب عامر عبد الجبار أن قانون العفو العام جاهز للتصويت عليه منذ عام، ولكن الخلافات السياسية هي من تعطل إقراره. قانون العفو العام جاهز منذ العام الماضي في اللجنة القانونية، ولكن الخلافات السياسية بين القوى السياسية الحاكمة هي وراء عرقلة طرح هذا المشروع القانون إلى
جلسات مجلس النواب لغرض التصويت عليه. مطالبنا في هذا القانون هو لأغراض إنقاذ المساجين العراقيين المظلومين، وركزنا على هذا الجانب لأن هنالك الكثير من الأبرياء تم اعتقالهم وصدور أحكام عليهم بناء على تقارير المخبر السري أو بناء على وشايات حزبية أو خلافات. من جهة أخرى، اعترض النائب حيدر المطيري على مناقشة تعديل قانون منح الجوازات في جلسة مجلس النواب، مشددا على أن الجواز الدبلوماسي يمنح للوظائف الدبلوماسية والوظائف ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء شغل تلك الوظيفة. إن منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء إشغال تلك الوظيفة. إن في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي. إن ذهاب مجلس النواب لتعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين السلطة التشريعية والمواطن. نعترض جملة وتفصيلا على هذا التعديل، وسنسعى لسحب هذا القانون من خلال مساندة بعض الأخوة النواب. لمناقشة ملف رئاسة البرلمان ينضم إلينا من أربيل الخبير القانوني أركان الحمداني. أهلا بك معنا سيد أركان. إذن كانت الأمال معقودة على ما بعد العطلة التشريعية، البرلمان العراقي يستأنف جلساته دون حسم منصب الرئيس، بما يشي ذلك؟ طبعا في البدء تحيتي لكما وللمشاهدين الكرام. موضوع اختيار رئيس لمنصب مجلس رئيس مجلس النواب، هذا الموضوع أخذ وشغل الرأي العام كثيرا وأمر الكتل السياسية. هذا الموضوع هو أصلا مبني على مخالفة كبيرة للنظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 سنة 22، اللي هو أصلا حدد في المادة 12 من الفقرة 3 على أنه ينعقد للمجلس في الجلسة الأولى اختيار المجلس لرئيس جديد عند خلو المنصب. لكن ما الذي حصل؟ ضربت هذه المادة عرض الحائط ودخلت جملة من التفاهمات والتطورات السياسية للذهاب لتعديل هذه المادة حتى لا تصطدم، والفوضى التي يعيشها البرلمان. علاوة على ذلك أنه ثمة قرار للمحكمة الاتحادية يحدد في آليته وفي ترتيبه للمادة 12 مشار لها صراحة على أنه يجب التقيد فيها وكذلك أسماء المرشحين منذ الجلسة الأولى، ولا يضاف لها أسماء جديدة للترشح. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه يجب أن نتزم في الجلسة الأولى هي التي تحدد. فورد عندنا مصطلحات جديدة وآراء جديدة وشغول للمنصب وامتداد في عقد جلسات، وتعتبر هذه الجلسات في النظر القانوني السليم هي غير صحيحة. لكن العرف والتفاهمات السياسية أخذت من عندنا مأخذ كبير. إحنا منذ الجلسة الأولى التي انعقدت لاختيار وانتخاب رئيس، وتم عقد الجولة الأولى وكذلك جلسات عقدت للجولة الثانية، والمنافسة ما بين شعنان الكريم وخروجه وانسحابه، والمنافسة ما بين سالم العيساوي وكذلك بين المشهد، هذا الجو اللي تعامل مع القوى السياسية بعدم أريحية في الاختيار، والسبب كان بسبب هيمنة رؤساء الكتل الكبيرة على أمور معينة
هم أرادوا فلان ولم يردوا ولم يتفاهموا على هذا الموضوع حتى وصولا إلى سيد أركان. أمام هذا الواقع وما وصفته بأنه أصلا مخالفة قانونية من الأساس وضربت المواد القانونية المتعلقة بملف انتخاب الرئيس عرض الحائط، كيف هو السبيل لوضع حد لكل تلك المخالفات التي ذكرتها أمام الهيمنة السياسية؟ العراق يعني منذ عام 2006 وصولا إلى ساعة هذا الحوار هو خاضع إلى الضغط السياسي وتفاهم الكتل السياسية، وإذا ما انسجم الموضوع مع الآراء والرأي السائد للكتل فيذهبون إلى فكرة ومصطلح الانسداد السياسي وأن يوقف الموضوع إلى النقطة التي أشير لها الخلاف. يعني بعبارة أخرى أنه كل الكتل السياسية تجتمع الآن وتتفق وتقرر لا عبرة لها في القانون ولا في الدستور ولا في أي موضوع آخر. إضافة إلى ذلك أنه ومن زاوية أخرى أنه كثير من القوانين المهمة للمجتمع وللعراقيين متعلقة بهذا الموضوع، يعني ثمة مساومات فيما بين اختيار فلان أو عدم تمرير قانون فلان، وإذا ما مرر لي المكون هذا المقترح ما راح أمرر المقترح الآخر لهذا المكون، وكأنما اختزل الشعب العراقي في مسميات بسيطة لمكون فلان وفلان أو في زعامات كرتونية اختير لها أن تكون هي صاحبة القرار وهي المتألهة على الشارع العراقي وعلى معيشته وعلى أموره. كثير من القرارات والقوانين ينتظرها الشعب العراقي طيب حتى يتنفس، سيد أركان، لكن الضغط السياسي والتفاهمات ما تتخلي هذا الموضوع مخطئة. نعم صحح لي لو تكرمت إن كنت مخطئة بناء على ما تفضلت به وبأن الشهر الأول كان يجب أن يشهد انتخابا لرئيس البرلمان دستوريا قانونيا، هل يعد منصب رئيس البرلمان اليوم بحكم الفارغ دستوريا الشاغر رئاسيا؟ نعم، لأنه المادة 12 من النظام الداخلي فقرة 3 قالت إذا خلى رئيس المجلس، رئيس المجلس عندما تسمي هي رئيس المجلس معناته رئيس المجلس المنتخب الشرعي الصحيح والذي هو السيد الحلبوسي كان في وقتها، بعد ما خرج بقرار المحكمة الاتحادية أصبح المنصب خلى أي فارغ المنصب، لا يمكن شغوله بالنيابة بهذا الآن اللي موجود والسيد المندلاوي يرعى هذا الموضوع، لا يمكن قبوله قانونيا ولا يمكن التسليم به، لأنه المادة حكمت هذا الموضوع ورسمت له طريقا لا ثاني له، طريقا واحد وهو انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى، في الجلسة الأولى من بعد خلو المنصب. لكن التمادي في عقد جلسات ومناقشة قوانين ومشاريع، لأنه ليش الضغط السياسي اللي موجود على منصب الرئيس راح يعطل عندنا مشروع الموازنة اللي هو مشروع مهم، وهذا راح يأثر على حكومة السودان التي تريد تلميع صورتها مشاريع أخرى جزء من برامجها أيضا سيد أركان مثل قانون العفو العام بطبيعة الحال. نعم. وهذا ما أود أن أسأل عنه، يعني برلماني يؤكد اليوم أن قانون العفو العام أصلا جاهز منذ عام للتصويت عليه، لكن هذه الخلافات السياسية التي ذكرتها حضرتك أيضا هي من تعطل إقراره، بما يشي ذلك أيضا؟ هذا ما أشرت إليه سلفا في بداية حديثي، قلت إنه هذا المنصب متعلق في إقرار مجموعة من القوانين اختزلت كلها في مسميات معينة، يعني قانون العفو العام مقابل إقرار رئيس المجلس، يبقى السيد المندلاوي مثلا في عقد جلساته مقابل تمرير قانون الموازنة والذي الآن بيان رئاسة الوزراء الكارثة في الموازنة العامة اللي طلعت النتائج ملعوب بها ومتلاعبين بالأرقام والأسعار والمبالغ العالية.
يعني هذا 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 الجو المرتبك قانونا، الجو المرتبك قانونا آل له أن يستمر، لأنه المتحكم في الموضوع ليس فقط الجانب الكتل السياسية العراقية، وإنما المناصب الرئيسية في البلد، وهي منصب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب متحكم فيه أقليميا هذا المنصب، وعليه تفاهمات كثيرة ووردت تسريبات حتى في زيارة أردوغان إلى العراق عندما اجتمع بالمكون السني فتحدث بهذا الموضوع وناقش موضوع انتخاب البرلمان. علاوة على ذلك أنه في سابق جاوبت المفوضية في كتاب رسمي موجود، جاوبت رئاسة البرلمان بأنه سالم الساير هو البديل للحلبوس، لم يؤخذ بهذا الكتاب إطلاقا، وذهبنا إلى إجراء الانتخابات والانتخابات شهدت كثير من الفوضى وخلق جو من المشاكل في الجلسة، نستذكرها احنا الآن، خلق جلسة وتأخيرها للساعة 12 ليلا، وبعدين رفع الجلسة السيد المندلاوي لعدم اكتمال الجولات وعدم تمثيلها أو عملها بشكل صحيح. نعم، شكرا جزيلا. هذا الجو كليته أثر على المواطن وأثر على الشعب بطبيعة الحال. نشكرك جزيل الشكر الخبير القانوني أركان الحمداني، كنت معنا من أربيل. الأخبار مستمرة. بشأن الاقتصادي، افتتح رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مصنعي إنتاج الأعتدة الخفيفة وقنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد. وطلع السوداني على الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج العتاد المتوسط والزيوت والسيارات الكهربائية في هيئة التصنيع الحربي، كما افتتح السوداني معمل تأهيل وصيانة محولات التوزيع والقدرة المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي. كما أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي. وفق المعايير المعتمدة وفحوصات واعتمادية واضحة، استخدمت فيه أحدث الخطوط الإنتاجية من شركات عراقية، أيضا من الشركات التي ساهمت في التصنيع العسكري قبل 2003، وأيضا من الشركات التركية الصديقة التي اجتهدت في تقديم أحدث ما موجود من تقنية في التصنيع الحربي. هذه البدايات في التصنيع الحربي سواء كان على مستوى الأعتدة أو باقي المستلزمات، قسم منها لدعم أنشطة مدنية خصوصا الوزارات الأخرى في مقدمتها وزارة الكهرباء، هي لا تقاس بالقيمة المادية بحكم ما تخرج من عملة صعبة من موازنة العراق، وهي ليست بالقليلة من استيرادات للأجهزة الأمنية. تظاهر المئات من موظفي دوائر ومؤسسات الدولة العراقية صباح اليوم أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب ومخصصات الخطورة. المتظاهرون أشاروا إلى أن هناك غبنا وعدم مساواة في رواتب الموظفين، وبيّنوا أن هذه التظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكل الموظفين، ملوحين بتحويلها إلى اعتصام شامل في حال عدم الاستجابة للمطالب. في غضون ذلك، حمل النائب رائد المالكي مجلس الوزراء مسؤولية عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مطالبا الحكومة بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب لغرض تشريعه. كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع القانون، قانون الخدمة المدنية الاتحادي، اللي هو يجمع 4 قوانين من بينها قانون الرواتب.
هذا القانون تم سحبه من قبل الحكومة ومن قبل مجلس الوزراء ولم يتم إرجاعه، بالرغم من المطالبات المتكررة من قبل كثير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وإحنا اليوم أيضا نجدد ونأكد المطالبة بإعادة إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. أنا أوضح هذه الأمور حتى يكون واضح أمام الشعب العراقي أن الموضوع ليس لدى مجلس النواب العراقي، والتأخير مو من قبل مجلس النواب العراقي، وإنما الموضوع يم الحكومة، والموضوع كله بجانب مالي وجنبه مالية، والحكومة هي من سحبت القانون. احنا في مجلس النواب العراقي مستعدين لمناقشة أي مشروع قانون ترسله الحكومة، وهدفنا هو تحقيق العدالة. في الأثناء أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إنجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملك. وخطب العطواني في كتاب رئاسة البرلمان لإدراج القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه. وفي السياق ناقشت اللجنة المالية موضوع الضرائب والسياسة النقدية والمالية، كما شددت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موضوع التلاعب بجداول الموازنة، فيما قررت اللجنة استضافة وزراء المالية والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من المحافظين لبحث مجموعة ملفات. وفي سياق ذي صلة، كشفت إحصائية ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين في العالم عن ارتفاع معدلات البطالة في العراق خلال العام الماضي. وأظهر جدول للشركة نشرته مؤخرا أن معدل البطالة في العراق ارتفع بنحو 3.5% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وبالمجموع بلغ معدل البطالة قرابة 15.5% في عام 2023. ويشير معدل البطالة إلى نسبة السكان الناشطين اقتصاديا العاطلين حاليا عن العمل ولكنهم يبحثون عن عمل، ولا يشمل معدل البطالة الأشخاص غير الناشطين اقتصاديا كالعاطلين عن العمل لفترة طويلة أو الأطفال أو المتقاعدين. للحديث عن الصناعة العراقية وسلم الرواتب ينضم إلينا من بغداد الأكاديمية والخبير الاقتصادي الدكتور صباح نعمة، مرحبا بك. مع توطين الصناعات الحربية، ما مدى حاجة العراق مستقبلا لصفقات التسليح؟ تحية لك وإلى مشاهدي قناة الفلوجة، أهلا وسهلا. بالتأكيد القطاع الصناعي يعني يعتبر يعني ركن مهم من أركان ناتج المحلي الإجمالي، والعراق لديه إمكانيات، يعني سواء كان يعني في السابق هناك يعني قطاع الصناعي كان جزء أساسي والجزء الثاني تقريبا بعد النفط، خصوصا كان لديه مكونات والمواد الأولية اللازمة لهذا الإنتاج من حيث الأسمدة الكيماوية و الإسمنت والطابوق والكهربائيات، وتعرفون إلا أنه الأحداث بعد 2003 والتدمير الكبير اللي حدث كثير من المصانع العراقية وتوقف نحو 22 ألف مصنع، هذا أيضا أثر على بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي. بالتأكيد الصناعة العسكرية والحربية لها يعني مردود مهم، وممكن أن يعني بإمكان أن نخفف أو نقنن أو نقلل الاستيراد من بعض التجهيزات العسكرية والإمكانيات التي تحتاجها الوزارتين الداخلية والدفاع وحتى بعض المؤسسات العسكرية الأخرى. نعم الدكتور، وهذا صباح. طبعا نعم، فتح هكذا مصانع، هل يمكن العراق من تطوير ترسانته العسكرية مثل ما كانت عليه قبل 2003؟ لا، احنا مو بهالمجال هذا، احنا لازال يعني طبعا كان العراق كان لديه هيئات مثل هيئة التصنيع العسكري التي يحلها. نعم. بعد 2003 إعادة بناء المصانع العسكرية مو بهال، يعني يحتاج أيضا دراسات حديثة وإمكانيات وتخصيص مبالغ، أن تساهم شركات سواء كان شركات أجنبية أو شركات تمول عن طريق القطاع الخاص. نعم. وكذلك الخبرات العسكرية التي يمكن أن
تستفاد يعني منها الحكومة وتضع يعني الأشخاص المختصين في هذا المجال. يعني بصدد طبعا احنا شفنا الخبر انه افتتاح بعض المصانع التي يمكن ان تعزز او تساهم في تطوير بعض او العفو تجهز وزارات عدة، حتى وزارة الكهرباء يعني ممكن تجهز بعض الامكانات التي تحتاجها. طبعا هنا التصنيع الحربي يعني لو نرجع لأكثر أغلب الدول، دول العالم نحو هناك تقريبا أكثر من 75 بلد إلى 100 دولة يعني سواء كانت دول بلدان متقدمة أو ناشئة وحتى بلدان نامية لديها يعني هيئات التصنيع تستطيع ممكن أن تجهز النهاية البداية بمصانع الضرورية بهذه الإمكانيات. دكتور صباح، يبدو أنه الخطوة الأولى باتجاه التصنيع العسكري، لكن نسأل عن العقود العراقية التي عقدها مع دول كثيرة، من ضمنها بنهاية عام 2021 عقد مباحثات مع بولندا تتعلق بآفاق الشراكة الاستراتيجية. أين وصلت تلك الاتفاقات؟ هل طبقت في العراق؟ طبعا وأعتقد السيد رئيس الوزراء أشار إلى بعض النقاط، يعني لمح إلى أنه الاستيراد أعتقد يحتاج رقابة عليه، وكثير من الاتفاقيات كان الحديث عن أنه فيها شبهات فساد وبها وعرضت في كثير من وأكيد يحتاج تدقيق ومراجعة وتحديد من المسؤول عن هذه الصفقات سواء كان أوكرانيا سواء كان روسيا وغيرها. بس يبقى يعني الطرح الأساسي هو هل نستطيع أن نضع اللمسات الأساسية واللبنة الأساسية لإعادة التصنيع الحربي أو التصنيع العسكري تحت أي مسمى كان. وطبعا كثير أكو بعض الدول وزارات الدفاع والداخلية لديها إمكانيات يعني حتى بالصناعة المدنية. في موضوع يعني مغاير مصر يعني هناك في موضوع مغاير، وعذرا للمقاطعة لضيق الوقت طبعا دكتور، سلم الرواتب والحديث الذي طال عنه والمظاهرات من قبل الموظفين لتعديل هذا السلم، هل ترى أن هذا السلم فيه شيء من العدالة؟ طبعا الفجوة الحاصلة لبعض لسلم الرواتب لعديد من الفئات الوزارات، هناك يعني بعض الوزارات تحس أو تشعر موظفيها طبعا تشعر أنها غبن يعني في الدرجة، والقاب الكبير ما بين الدرجات الدنيا والدرجات العليا، حتى لنفس يعني الدرجات. مثلا عندنا درجة السادسة مثلا أو درجة السابعة، بعض الوزارات بسبب المخصصات هناك يظهر فرق يعني أي مبلغ أقل من مليون يشعر الموظف أنه غير مستحق لهذا، وخاصة في أمانة بغداد وتربية ولكن نشوف أنه وهذا طبعا بسبب القوانين، هناك تراكمات قوانين خاصة بالوزارات ودخلت بها قضية المخصصات والراتب، وبالتالي نشوف هذا الجاب الكبير ما بين الدرجات الدنيا والعليا. طبعا هنا طبعا يحتاج إعادة نظر في قانون الخدمة المدنية، وأشار النواب أنه حاليا في يد الحكومة وتستطيع الحكومة الآن أن يعني إعادة يعني، وطبعا يحتاج وقت وهذا ليس بالسهل، لأنه عدم المساس بالقوانين هذا يحتاج تعديل ويحتاج إعادة قراءة ويحتاج إعادة البرلمان وإضافات وغيره حتى يتم تعديل سلم الرواتب. دكتور صباح نعمة الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. استقبل رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر في مقره بالعاصمة بغداد، وبحضور نواب وقيادات من الحزب استقبل عددا من أهالي مناطق وأحياء الجامعة والعامرية والخضراء والبكرية وعلي الصالح في بغداد. وأكد الخنجر أن ممثلي السيادة في البرلمان ومجلس المحافظة هم صوت المواطن،
ويبذلون أقصى الجهود لتوفير مستلزمات العيش الكريم لعموم أحياء بغداد، مشددا أن منهج الحزب في خدمة الصالح العام. وقدم الوفد الزائر شكره لرئيس السيادة على تواصله المستمر مع الأهالي ودعم القطاعات الخدمية والاقتصادية والإغاثية، ووجهوا له دعوة لزيارة مناطقهم وتوجيه نواب وأعضاء مجلس محافظة بغداد عن الحزب للاستماع لمطالبهم بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، لا سيما في الملفات الخدمية والإنسانية وما تتطلبه من رقابة وتشريعات. أما في الأنبار، اجتمع قياديو وأعضاء حزب السيادة في المحافظة لمناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها. الاجتماع الذي ترأسه الدكتور خميس السعد ناقش ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان، بالإضافة إلى مناقشة ملفات المغيبين والنازحين وقانون العفو العام، فضلا عن مناقشة النشاطات الشبابية من خلال الدورات الرياضية والدراسية. في هذا اليوم تم تحقيق اجتماع دوري لمقر حزب السيادة في محافظة الأنبار برئاسة الدكتور خميس السعد مسؤول تنظيمات حزب السيادة في الأنبار وبقية الأعضاء، حيث هذا الاجتماع هو اجتماع دوري أسبوعيا يتم به مناقشة الأوضاع السياسية وكيفية إدارتها في محافظة الأنبار، من ضمنها الزيارات الميدانية والإعلام ودورات النشاطات الرياضية ودورات التوعوية والدورات التدريبية في المقر. أيضا يتم مناقشة ومراقبة الوضع السياسي في بغداد على مستوى وضع العراق السياسي. مقرنا يتم توجيه الآراء ورفعها إلى المقر الرئيسي في حسم الملفات، وأهمها ملف إنهاء اختيار رئيس البرلمان، والمواضيع المهمة هي العفو العام وأيضا التعويضات والمغيبين. مناقشة الأمور والتطورات السياسية والخدمية ومناقشة بعض الملفات، منها الاهتمام بشريحة الشباب، بالنشاطات الرياضية، بالدورات الدراسية، والوقوف على مشاكل الكثير من المواطنين. تعمل القطاع الرياضي والاهتمام بشريحة الشباب. أقام حزب السيادة بطولة لكرة القدم شارك فيها 22 فريقا شعبيا من جميع أقضية ونواحي محافظة الأنبار. مزيد مع إدريس يحيى. ها هي صافرة البداية انطلقت، معلنة عن بدء أولى مباريات بطولة السيادة للفرق الشعبية في الأنبار. جمعت بين فريق السيادة ونمور الغربية، والتي تعتبر البطولة الأولى للساحات الخماسية التي تجمع 22 فريقا من جميع أقضية ونواحي المحافظة. الشيخ الأمين العام لحزب السيادة خميس الخنجر، وبإشراف الدكتور خميس السعد، وبدعم من المهندس محمد عطية، اليوم بدأت فعاليات بطولة السيادة، والحمد لله والشكر كانت يعني بطولة جيدة جدا وممتعة، وكان الحضور جيد جدا، ونحن كمكتب السيادة في تنظيمات الأنبار نعاهد جماهيرنا في محافظة الأنبار على أننا سنكون داعمين وعلى باستمرار لشبابنا. الاهتمام برياضي الأنبار وخصوصا الشباب والفتيان واستقطابهم ضمن رياضة كرة القدم سيتيح لهم مساحة آمنة تحميهم من الانخراط بطرق ملتوية، ليرحب اللاعبون بهذه البطولة على أمل أن تكرر وتدعم بشكل دائم من أجل تأسيس فرق رياضية تمثل محافظة الأنبار. طبعا نشكر الأستاذ خميس السعد والأستاذ خميس الخنجر على الدعم اللي قاعد يقدمونه، نطمح انه نطور من هاي البطولات. نشكر الكابتن ابراهيم الشجيري على التنظيم والتعب اللي قاعد يقدمونه. مثلا عندما تكون عندك يعني بطولات متطوره هنا بالرمادي او بالانبار، ما تحتاج انه تطلع خارج المحافظه حتى تلعب وتأدي. طبعا هذا الشيء راح يزيد من طموح اللاعبين والشباب.
إقامة هذه البطولات يدعم تطوير المهارات الرياضية، فضلا عن اكتشاف المواهب وصقلها وإشراكها مع أندية معروفة من خلال تقديم الدعم لهم من قبل حزب السيادة. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. انطلقت في العاصمة بغداد الاجتماعات التحضيرية للوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات. شارك في الاجتماعات التي تستمر يومين عدد من الدول العربية والأجنبية، فضلا عن عدد من الجهات المعنية لمناقشة جدول الأعمال المطروح، وبحضور مديري الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات في عدد من الدول. تحتضن بغداد السلام المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة المخدرات باشتراك وحضور 9 دول إقليمية. وزارة الداخلية نجحت في إقامة هذا التجمع الذي يمثل رغبة حقيقية لدى كافة دول المنطقة، لأن اليوم الخطر المخدرات أصبح خطر يهدد كافة المجتمعات في كافة أرجاء العالم. نأمل من خلال هذا التعاون ونأمل من خلال المؤتمر الثاني أن يكون هنالك تكريس لهذا التعاون، وأن تكون هنالك جملة من المعطيات التي تساهم في التصدي المشترك لكافة دول المنطقة لخطر المخدرات. حضروا كافة الوفود المدعوة وأبدوا استعدادهم على إعداد مسودة البيان الختامي الذي سيتم عرضه إن شاء الله من قبل معالي وزراء الداخلية الدول المجاورة والشقيقة والصديقة من أجل الحد من هذا المخدر. أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع الإطاحة ب7 من تجار المخدرات في محافظتي بغداد وبابل. المديرية وفي بيان لها قالت إن مفارزها تمكنت من القبض على 5 تجار مخدرات بالجرم المشهود في مناطق متفرقة من العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قضائية، بالإضافة إلى 2 من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة بابل، حيث ضبطت بحوزتهم كميات من مادة الكريستال وجرت مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة. احتجاجات غاضبة في الزعفرانية بعد انقطاع الكهرباء لأكثر من 45 يوما، ما تسبب بشح في المياه الصالحة للشرب. التفاصيل مع علاء الحديدي. احتجاجات غاضبة في الزعفرانية. كهرباء مديتنا، كهرباء الخدمات مديتنا بشكل. المدينة التي تغيب عنها الكهرباء الوطنية لأكثر من 45 يوما، شحنت المشاعر غضبا حتى خرج سكانها يستفهمون الأمر. مطالبنا مطالب كلش يعني كل الصعبة، والدليل على هذا الدولة ما تحققها اللي وهي الكهرباء العظيمة والماء هذا العظيم، لأن هذا الشيء احنا هسه وصلنا إلى برهان بأن هذا الشيء الدولة ما تقدر تساعد، لأن اكو شيء أقوى من الدولة. صار لنا تقريبا ما يقارب 60 يوم أو أقل بالمعسكر. ليش ما تطفى هذا المعسكر 20 متر او بالاحرى 50 متر عن الزعفراني؟ ليش ما تطفى؟ لان هذا قريب على المجمع. اتهامات يوجهها الغاضبون الى المسؤولين عن التجهيز ببيع حصتهم من التيار الوطني الى مجمع سكني مشيد حديثا على تخوم المدينه. نصبت صرادقات الاعتصام وانطلقت التحذيرات بتحويل التظاهرات السلمية إلى تصعيد، فيما لو لم تتدخل الحكومة وتحاسب المقصرين وتقيلهم إذا تطلب الأمر. الخط مالنا بايعين للمجمع مال الجماعة ومخلينا مقروطين. أبو البولد أبي يشغل نطيخ 18 وما يشغل، يقول أنا ما عندي. وتجينا الورقة الكهرباء 60,000، هاي ورقة بجيبت لا ما صدق 60,000. زين وين الكهرباء؟ زين انتم ناشد الحكومه، انتم اللي انتخبناكم، وينكم؟ احنا نبقى هنا معتصمين الى ان يجيب الكهرباء هو نفسه وزير الكهرباء يجي ويسوي لنا حل. ما يصير نبقى ليه هسه؟ عندنا عوائل وعندنا كليات وعندنا جامعات يدرسون، يعني شلون يعني؟
عدم انتظام ساعات التجهيز وانقطاع التيار أدى إلى توقف ضخ المياه الصالحة للشرب، وأصبحت المدينة المكتظة بالسكان أسيرة المولدات الأهلية التي فقدت السيطرة على توفير التيار لساعات إضافية، مما أدى إلى انفجار الأوضاع ووصولها لذروة الاحتجاج. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. بيان أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي أن حيوانات برية ونهرية في العراق مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية. وأوضح الغراوي أن العراق يحتل المرتبة الخامسة بعدد الحيوانات المهددة بالانقراض في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التنوع البيولوجي في البلاد تأثر بعدة عوامل أهمها التغيرات المناخية والعواصف الرملية والجفاف والتصحر والأنشطة البشرية والصيد الجائر وحرق الوقود الأحفوري، مطالبا الحكومة بتفعيل اتفاقية رامسار لحماية التنوع البيولوجي ومنع صيد الحيوانات المهددة بالانقراض واعتبارها جرائم خطرة وإنشاء محميات طبيعية في عموم محافظات العراق. نهر الفرات وبحيرة الحبانية يمثلان أهم بيئة للثروة السمكية في الأنبار. مؤخرا ظهرت أسباب تحول دون انتعاشها، منها الصيد الجائر الذي يتسبب بقتل آلاف الأسماك ويهدد بأزمة بيئية. التفاصيل مع أحمد ناجي. لم تستطع الثروة السمكية أن تنتعش مجددا في الأنبار رغم ارتفاع مناسيب الفرات وأجزاء من بحيرة الحبانية، وذلك بسبب الصيد الجائر الذي يهدد وجودها في هذه المياه. صيادون وخلف أنظار الجهات المعنية يستخدمون طرقا غير قانونية، من بينها الصعق الكهربائي الذي يهدد بأزمة بيئية ويتسبب بقتل آلاف الأسماك. أما المتضرر الأكبر فهي العائلات التي تعتاش في موردها اليومي على صيد الأسماك. أنا أحد الصيادين السماسي في منطقة الحبانية، والله نعاني من المولدات ودمرونا دمار قسما بالله، لا ليلنا ليل ولا نهار نهار، يعني الثروة الحيوانية نهوها كلها. وين نروح؟ وين الأخ الفلع على الولد جام وعانونا ويانا، ولا انت ذابح بيناتنا. اليوم نلاحظ موضوع النتل بالكهرباء او الصيد الجائر في بحيره الحبانيه اثر على الثروه السمكيه بعموم المحافظه. يعني في السابق كان هناك صيد بشكل بكميات كبيره، وايضا المحافظه تقوم بتصدير الاسماك الى الخارج، لكن بالاونه الاخيره بسبب انتشار الصيد الجائر في بحيره الحبانيه وفي نهر الفرات سبب هذا الموضوع اثار سلبيه على الثروه السمكيه بشكل عام. الإدارة المحلية وتحديدا في قضاء الحبانية تحاول إنهاء هذه الظاهرة من خلال واجبات دورية تنفذها الشرطة النهرية مكنتها من القبض على عدد من صيادي الأسماك الذين ضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم في صيد يخالف الضوابط القانونية. عندما تنفذ الواجب قامت القوة المنفذة بضبط ما يقارب 27 مولد وأدوات وإلقاء القبض على 9 أشخاص قاموا بارتكاب هذه الأعمال، وأيضا تم توقيفهم بقرار قاضي، وهناك أيضا عقوبة ومحاكمة سوف تصدر بحقهم. هذا ويعد نهر الفرات وبحيرة الحبانية أهم بيئتين للثروة السمكية، ويمثلان مصدر عيش للكثير من العائلات خصوصا التي تسكن بالقرب منها. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. في إقليم كردستان يعد شلال جلي علي بيك في أربيل من أهم الوجهات السياحية في العراق، ويمثل ملاذا مثاليا هربا من حرارة الصيف اللهبة. نتابع. يعتبر شلال جلي علي بيك أو ما يعرف بشلال الجلي واحدا من أهم الأماكن السياحية، وهو الملاذ الأول هربا من حر الصيف اللاهب، سواء لسكان مدينة أربيل أو للسياح والوافدين من مختلف المحافظات العراقية الأخرى. احنا جايين يعني بسيارتنا الشخصيه وجينا لنا المصيف شلال علي بيك، يعني اجواء حلوه تخبل، يعني كلش حلوه. يعني ها شباب نطلع صايرين توكلوا بالله الطريق تندلوني، احلى شله واحلى لمه واحلى موت.
أحلى شلة وأحلى لمة وأحلى مواد. خايف أحسد روحي يا خيعاني لحظة هذا الدرب بذكريات، يعني من دون الطرق من دونها. جينا هنا يعني شوي على مود برد والجو حلو طيب. فشلال الجليل الذي يبعد عن مركز مدينة أربيل بحدود 140 كيلومترا عبارة عن واد بين جبلين تتدفق من قمته الصخرية مياه عذبة، حيث تنساب مياهه إلى أسفل الوادي لتشكل لوحة جميلة تسر الناظرين. نعمل جاهدين على توفير كل سبل الراحة للجميع. نصبنا العديد من كاميرات المراقبة إضافة للتسهيلات بإجور دخول السياح إلى المصيف. هو شهد المصيف خلال السنوات الأخيرة تغييرات عدة وتجديدا بإضافة ملاعب ترفيهية مع توفير جميع الخدمات من مقاهى ومطاعم وفنادق ليبقى مقصدا للجميع في كل الأوقات والمناسبات. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. رحبت وزارة الخارجية برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري حول ممارسات الكيان الصهيوني التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكدت الخارجية في بيان على أهمية احترام القرار التاريخي الصادر عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط. وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت أن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفا بشأن ما إذا كان الاحتلال المستمر منذ 57 عاما غير قانوني. ختام الحصاد هذا تذكير بالعناوين. البرلمان يفتتح فصله التشريعي بقراءة 3 قوانين، ومنصب الرئيس شاغر حتى التوافق السياسي. منذ عام قانون العفو جاهز على لوائح التشريع، برلماني يكشف عن سجال التحكم بمصائر الأبرياء. السيادة تبدأ منها، السودان يحرك عجلة الصناعات الحربية واستيراد موادها الأولية شبهة فساد. سلم الرواتب يوقظ بغداد، عدالة التوزيع تغضب الموظفين، والبرلمان يرمي الكرة بملعب الحكومة. بمشاركة مصر ولبنان، العراق يستضيف جيرانه في بغداد تحضيرا لمؤتمر مكافحة المخدرات الدولي. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك، إكس ويوتيوب. إلى اللقاء، دمتم بخير.